رفع العراقيل والاهتمام بانشغالة المتعاملين الاقتصاديين ودعم الاستثمار بولاية بومرداس من أبرز الأهداف التي سطرها المكتب الجهوي لمجلس التجديد الاقتصادي للولاية، حيث أكد كمال مولى أن هذا المكتب سيكون بمثابة القاطرة التي ترافق المستثمرين وتشجعهم على تصدير منتوجاتهم للأسواق الخارجية. احنا اليوم نعمل على قال ونسي داكومباني لي بوفوار بوبليك كي دي فورس دو بروبوزيسيون مي دون فاصون قلك يعني جلوبال اترافير بالك دي تيكست دو لوا. مثال يعني حنايا كنا خدمنا على قانون الاستثمار وهذه خدمت بارابور لا سونترال. من بعد عندك المشاكل اللي محليه، لانه المشاكل اللي تلقاهم في بومرداس با فورسيمون المشاكل اللي تلقاهم في تيزي وزو ولا وهران، كاين مشاكل اللي يجمعونا كاع. دونك هادوما سي اونيفو دو لا سونترال اللي نخمو عليهم ونيسي داكومباني زوبيراتور ايكونوميك. المكتب الجهوي لمجلس التجديد الاقتصادي لبومرداس والذي يضم أكثر من 150 متعاملا اقتصادي يسعى لبلوغ رقم 30 مليار دولار في التصدير، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي بمنح رخص استغلال دائمة لفائدة المستثمرين والذي سيساهم في الرفع من قدراتهم الإنتاجية. سنسعى جاهدين من أجل دعم ومرافقة المستثمرين من أجل الاستمرارية في الاقتصاد الوطني حتى نلحق 30 مليار دولار من أجل التصدير إن شاء الله. اليوم عندنا اتفاقية مع التكوين المهني من أجل مرافقة الطلبة خاصة الابرونتيساج، كذلك اتفاقية مع المعهد الخاص لنسيم من أجل مرافقة حتى رجال الأعمال في المسار تاعهم. عراقيل كثيرة يواجهها المتعاملون الاقتصاديون، أبرزها مشكل العقار وكذا الربط بشبكات الكهرباء وغيرها من العراقيل التي وجب على المكتب الجهوي لمجلس التجديد الاقتصادي بولاية بومرداس رفعها مستقبلاً.